السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الاعمال اليدويه. النهارده هعمل معاكم فانوس ايكيا، الفانوس اللي احنا بنبقى على طول مبهورين بيه ده. هنعمله بمكونات سهله وبسيطه ومش هتكلفنا حاجات، يعني كلها حاجات ممكن نلاقيها عندنا في البيت، وكمان هقول لكم على بديلها ايه. ده كرتون، الكرتونه دي كرتونه شيبسي او اي حاجه، تمام. انا شلت بس الجزء اللي هو فوق ده عشان عايزه التضليعه اللي في الكرتونه. هنفك الجزء ده، هفك الجزء ده كده كله. خلاص كده شلت الورقه اللي هي كانت من فوق عشان احنا محتاجين بس التضليعه دي. انا هنا دي مقاسها 13 سنتي عرض وطولها حوالي 40 سنتي، طولها حوالي 40 سنتي وعرضها 13 سنتي. برضو هقص ديت نفس المقاس عشان هلزقهم في بعض. كده قصيتهم قد بعض. هجيب بقى هنا الغراء، غراء ابيض. دي برضو العلبة دي بتتباع عند بتاع البيت. مهمتها ايه هنا؟ ان هي هتخلي الكرتون معايا ناشف. هنبدأ بقى نغذي بيها الكرتون. والزقهم في بعض. ممكن نستغنى عن الخطوة ديت ونعمل بالشمع لو مفيش غيرة، لو مش متوفر غيرة يعني ممكن نعمل بالشمع. هنغذيها بقى كلها بالشكل ده. اهو لزقت الجزئين كده في بعض. طبعا انا حطيت الظهر في الظهر عشان عايزه التكسيره دي تكون بره وجوه، تبقى موجوده بالشكل ده. هبدا بقى احط غيره كده عليها، هدهنها بالغيره. الغيره ينشفها شويه. هدهنها كلها برده بالغيره بنفس الشكل. هجيب بقى هنا الكرتون اللي هو الورق النصبيان، احنا استخدمناه لما عملنا الاطار، اطار التصوير طبعا كان موجود عندي. مش موجود هتجيبه بقى كرتون يكون ناشف شوية او كرتون نتيجة ونعمله، نستخدم اللي موجود يعني ونحاول نتصرف باللي عندنا، تمام. هبدأ بقى اقص منه اتنين، دي عرضها 13 سنتي في 14 سنتي. هبدأ برضو ألزقها بالغيرة. أنا هعمل اتنين عشان بس تبقى القاعدة بتاعت الفانوس تبقى جامدة شوية. الجزء ده هيبقى قاعدة الفانوس كده. برضو هغذيه بالغيرة، هاخد جزء بس منه وهبدأ ألزقهم في بعض. ممكن طبعا نستبدل الغيرة بالشمع. هبدأ ألزق الجزء ده في ده، بس مش هنكتر شمع عشان ما يبانش في التقفيل، تمام. هجيب بقى ورق من اللي هو بتاع اللوح، احنا استخدمناه برضو لما عملنا العلبة بتاعت الهدايا. ده كان موجود عندي، مش موجود عندك طبعا نقدر ايه نستغنى عنه، مش مشكلة يعني. بس انا هغلفه كده، هغلف بيه الجزء ده، وهستخدم بقى معاكم مسدس الشمع هنا اهو بالشكل ده. احط جزء من الشمع واشد عليه الورق ده. الشكل التاني برضو من الناحية التانية. الاحلى في الشمع ان هو بينشف معايا على طول، ما بياخدش وقت على ما بينشف زي الغيرة، تمام كده. طبعا احنا مش بنحط بكمية كبيرة قوي عشان خاطر ما يبقاش مكلكع معايا في الشغل اهو.
بحط كمية صغيرة، وبرده الناحية التانية هجيب ورقة تاني وخليها برده على قد المقاس عشان اقفل الجزء ده كده تمام بنفس الشكل. هلزق بقى الجزء دوت، القاعدة بتاعت الفانوس هلزقها كده في الجزء ده، هعملها بالشمع. هثبت الجنب ده كده لحد ما ينشف، والجنب التاني برضه هعمله نفس الكلام اهو كده شكله. بعد ما ركبنا القاعدة بتاعته هجيب بقى الورق النصبيان، احنا قلنا ممكن نستبدله بورق كرتون اللي هو بتاع النتيجة، او نعمل كذا كرتونة مع بعض. هقلبه بالشكل ده واحدد حجم البوابة بتاعت الفانوس في الظهر وفي قدام تمام كده، احدد الشكل وهقصها، هقص منها اتنين مقاس واحد نفس المقاس كده. هقيس 1 سنتي، هقيس 1 سنتي من الجنب ده، 1 سنتي من الجنب التاني، 1 سنتي من تحت، وهبدأ اعمل الدوران دوت كده برضو بمقاس 1 سنتي. يبقى من فوق برضو اتمنى يكون واضح، يبقى من فوق كده الدوران بمقاس 1 سنتي. هقيسها برضو تمام كده. هبدأ بقى افرغها بالقطر، افرغ الجزء ده كده. فرغت البوابة بتاعت الفانوس بالشكل ده، هقص بقى ورق من اللي هو بتاع اللوحة ده اللي احنا عملنا بيه قاعدة الفانوس، هقص منه اجزاء كده وهبدأ ألزقها بالشمع. هدهنه بقى من جوه باللاكيه، عشان الكرتون ما يبقاش باين. بالشكل ده كده هدهنه كله وهسيبه ينشف. هدهنه من جوه وهدهنه من بره كمان. وكده انا هنا عملت غلفت البوابة كلها بالورق اللي هو المقوى ده. عشان نعمل بوابة الفانوس بالشكل ده كده هجيب سلك ربط، ده بيبقى موجود عند الموان. انا جبت شوية كده قطار ادهملي ب2 جنيه، فاحنا ممكن يعني ما نجيبش كتير، نجيب بس على قد استخدامنا. هجيب بقى جزء كده، هجيب منديل او ورق جرايد وهبدأ الف فيها سلك الربط ده بالشكل ده كده، الف السلك وضيق، الف وضيق. انا مش عايزه المنديل تخين، بس هقص لحد هنا، هقص كده الجزء ده تمام. هجيب بقى ميه وهبدا ابرم المنديل كده، الفه بالشكل ده على السلك اهو. مش عايزة المنديل يكون تخين قوي على السلك، عايزة حتة صغيرة بس عشان ما يبقى شكله وحش ويكلكع معايا برضو. احنا بنحاول نسهل على نفسنا. اهو والف الف السلك بالشكل ده كده كله خلاص.
بالراحة بس عشان المنديل ما يبقاش مكلكع معايا لما اجي اشكل الاشكال اللي انا عايزاها. اهو اهو بقى بالشكل ده كده، هفضل الف فيه لحد ما يبقى الحديد مش باين، وفي نفس الوقت مش حاسين ان ده مناديل اصلا. خلاص اهو هسيبه بقى ينشف وهبدأ اشكله الاشكال اللي انا عايزاها بالشكل ده. هركب الباب وهدهن الجزء دوت باللاكيه، انا عايزاه ابيض فانا هدهنه باللاكيه. هجيب اي فرشة رفيعة وهبدأ ادهن بيها، لان انا دهنته ليه، لان عندي المنديل لما نشف تحس ان هو صدى من السلك، فلازم يدهن عشان ما يبقى شكله وحش. هدهنه كله بالشكل ده. ابتدي بقى اجيب فصوص لولي كده بالشكل ده واعملها من الاربع اتجاهات، من تحت اهي. هجيب بقى شوية لكيه وعليهم حبة لون احمر عشان يديني اللون البينك ده، وهبدأ ادهن بيهم الفانوس كله بالشكل ده. خلاص هدهنه كله من بره ومن جوه واسيبه ينشف. هجيب بقى هنا ده البوز بتاع اللمبة، انا قصيته كده بالقطر بالشكل ده، هو بلاستيك فهينفع نعمله نص دايرة. وهبدأ اقص الحلقة اللي كانت من تحت بتاعت الستارة، الحتة الصغيرة اللي كانت هنا حطيت فص لولي، وهبدأ بقى ألزق الدايرة دي الصغيرة في حلقة الستارة مكان الجزء اللي انا شيلته اهو بالشكل ده كده. ده كده كان شكل فانوس ايكيا، مكلفنيش اي حاجة، هو بس محتاج صبر شوية عشان يتعمل. كله من الكرتون، كل اللي انا اشتريته هو سلك الربط ده، وما جبتش منه كتير، انا جبت منه بس ب2 جنيه، يعني مش حاجة، يعتبر ما كلفنيش اي حاجة خالص. شكله جميل جدا، ممكن نركب له لمبة من جوه. اتمنى الفيديو يعجبكم، لو في اي حاجة ممكن تكتبولي في التعليقات، هرد عليكم بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم.